كتب النص. في الذكرى الأولى لنصر أكتوبر أصدر الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم كتابه 6 أكتوبر الحرب الإلكترونية الأولى، مستعرضاً جهود تحديث أسلحة الجيش المصري وكذلك تدريب جنوده وضباطه على الأسلحة المتطورة لتحقيق الانتصار الخالد. شارك عبد المنعم كضابط برتبة رائد في حرب أكتوبر، وكان له دور بارز في خطط الخداع الاستراتيجي من خلال نشر أخبار صحفية مضللة للعدو قبيل الحرب، كما عمل محرراً عسكرياً في جريدة الأهرام ومستشاراً صحفياً برئاسة الجمهورية ورئيساً لمجلس إدارة وتحرير روزا اليوسف. ومن واقع خبرته في العمل بمركز العمليات الرئيس للدفاع الجوي، حرص عبد المنعم على تبسيط المصطلحات العسكرية للقارئ غير المتخصص، وقدم في كتابه ملخصاً لتاريخ تطوير أنظمة الدفاع الجوي حول العالم، وقارن بين الأنظمة الدفاعية التي استخدمتها مصر قبل حرب يونيو عام 67 والأنظمة الإلكترونية المتطورة التي استعان بها الجيش المصري في حرب أكتوبر. أبرز المؤلف دور الضربة الجوية الأولى في شل مراكز الإعاقة والشوشرة والتوجيه الإلكتروني لدى العدو، ونجاح قواتنا الجوية في مواجهة أسطورة الطيران الإسرائيلي المدعوم من الدول الغربية بطائرات أكثر تطوراً مثل الميراج وسكاي هوك والفانتوم. خصص محمد عبد المنعم فصلاً لمعجزة بناء حائط الصواريخ الذي حمى سماء مصر أثناء المعركة بفضل عبقرية المقاتلين المصريين الذين أحسنوا استيعاب التكنولوجيا المتطورة في منظومة الدفاع الجوي. واختتم المؤلف كتابه بفصل عن نتائج حرب أكتوبر إقليمياً وعالمياً والأثر الذي أحدثته على مستوى التطور التكنولوجي للأسلحة وتغيير العديد من المفاهيم والمناهج لدى مراكز البحوث العسكرية حول العالم.